ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يا جماعة اوريكم موديل من موديلات العملاقة في شركة انجلندر، وهنعمل مقارنة ما بين اتنين موديل، موديل لولا انجلندر وموديل بريليانت انجلندر. برضو الموديلين دول نازلين جداد في انجلندر، بس في اختلاف بينهم، هما نفس الارتفاع، بس ايه هو الاختلاف؟ هقول لحضرتك عليه. ده كده يا جماعة موديل لولا، الارتفاع الكلي للمرتبة ده 35 سم، تمام؟ الارتفاع ده كله 35 سم. ديت مرتبة من أفضل المراتب اللي موجودة في السوق المصري، مش هتعرف تلاقي موديل في السوق كله يا جماعة يتماشى مع المواصفة بتاعة المرتبة دي، ومتطبق فيها كل معايير الجودة العالمية. مرتبة مريحة جدا 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 بمعنى الكلمة، كل تفاصيل المرتبة جميلة، كل تفاصيل المرتبة جميلة، وإحساسها عالي جدا جدا في النوم، وحاجة بصراحة محترمة جدا جدا جدا. قماشها قطن 100% ومعالج ضد البكتيريا وحشرات الفراش. فيها 2 شاسيه، عدد السوست في الشاسيه 132 سوستة في المتر المربع، وفيها 2 شاسيه مش شاسيه واحد. شاسيه السوست منفصلة، سفنج سوبر سوفت، مايكرو بوكيت، لاتكس طبيعي. حاجة محترمة قوي. يعني لو انت عايز حاجة نظام فنادق 7 نجوم، هي موديل لولا او موديل بريليانت. وانا هقول لك على الفرق بينهم ايه. موديل لولا يا جماعه محترم، موديل محترم، هو سعره عالي، نبقى احنا واضحين، بس هو مديك على الجوده والكواليتي والخامات اللي في المرتبه المفروض تبقى اعلى من كده بكتير. بس شركه الجريندر برضو عامله حساب الاسعار، فعامله اسعار اقتصاديه شويه، لان برضو ما تعليش السعر اوفر قوي على العميل، عشان الخامات اللي في المرتبه كتير جدا. سفنج لاتكس واتنين شاسيه وقماش معالج ضد البكتيريا وحشد الفراش، حاجات بصراحة روعة. مرتبة جميلة جدا 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 زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة، يعني انت وقت ما تيجي تقعد على المرتبة اصلا المرتبة تحس ان هي بتحتضنك كده، فاهمين؟ يعني المرتبة، بصوا يا جماعة اما نيجي نقعد بصراحة جميلة قوي قوي، يعني حاجة بصوا يا جماعة طرية جدا مريحة. يعني انت لما تنام على المرتبة دي كده، لو انت عندك مشاكل الدنيا كلها تعبان، ديت هتريحك خالص. طبعا يا جماعة المرتبة مهمة جدا جدا. ليه؟ عشان انت بتتعب طول اليوم وشغال وعندك مشاكل في الظهر، تنام على المرتبة ترتاح، تقوم فايق، تقدر تكمل شغلك، فهي اهم من اي حاجة في البيت. ركزوا يا جماعة على المرتبة، اهم حاجة، اهم من الشاشة والثلاجة والغسالة. كل ده مش هيعمل لك انت مشاكل صحية، انما المرتبة لو مش حلوة هتعمل لك مشاكل صحية. نبدأ بعد كده نغير المرتبة ونعالج المشكلة اللي حصلت. فمن اول نجيب مرتبة كويس، والحاجة بتيجي مرة واحدة. موديل دولا ده يا جماعة جميل جميل جدا بصراحة، قعدته اصلا لوحدها كده تحفة. واحنا ممكن برضو نجرب كده ننام، زي ما انتم شايفين تحس ان انت رحت انجلترا على طول، طلعت من مصر على انجلترا. بصراحة جميلة جميلة جدا جدا. تمام، دي بقى يا جماعة 2 شاسيه مايكرو بوكيت، تمام، 2 شاسيه مايكرو بوكيت اللي هو شاسيه صوت منفصل او سفنج مايكرو بوكيت، وفيها سفنج لاتكس طبيعي. دي الطبقه اللي تحت القماش على طول، سفنج لاتكس طبيعي ده يا جماعه افضل سفنج موجود في السوق المصري او في السوق بشكل عام، بيجي من شجره المطاط الطبيعي، عشان كده بيبقى سعره عالي. دي كده موجود فيها بس سفنج لاتكس طبيعي اللي هي اللولا. هنخش بعد كده على المدير بريليانت. بريليانت ده ارتفاعه بقى 38 سم. 38 سم يا جماعة هو ده موديل بريليانت. تعالى كده صور الموديل اهو يا جماعة، ده كده اسم الموديل اهو، التاني موديل بريليانت. ده بقى كده اعلى موديل في شركة انجلندا، هو قريب من موديل اللولا، بس ده في حاجة زيادة عن اللولا. الارتفاع بتاعه زيادة 3 سم، وفيه اسفنج مومري فوم ولاتكس طبيعي. ده بس الفرق اللي هو ما بين اللولا والبريليانت. طبعا بريليانت ده تحفه تحفه تحفه، اعلى من اللولا كمان، بس طبعا ارتفاعه اعلى 38 سم. بس انت قبل ما تفكر تاخد المرتبه تبص الاول للسرير بتاعك، هل لو حطينا مرتبه ارتفاع 35 او 38 هتبقى مناسبه للسرير ولا هتبقى عاليه؟ النقطه دي مهمه جدا، ركز جدا 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 قبل ما تختار المرتبه تعرف الارتفاع. هتحدد الارتفاع ازاي يا جماعه بتاع المرتبه؟ انت عندك المله بتاعت السرير وشباك السرير اللي هو الظهر، في كابوتونيه، في مسافه ما بين المله والكابوتونيه اللي هي تحت الكابوتونيه. قيس المسافه دي، شوفها ارتفاعها 35 تاخد مرتبه 35،
27 تاخد مرتبه 27 عشان المرتبه ما تجيش قدام الكبوتونيه، هتبقى شكلها مش حلو وهتعلي السرير وهتبقى مش حلوه خالص. فمن البدايه انت لو انت حابب مرتبه 38 تبقى تختار المرتبه قبل ما تختار السرير، هتاخدها 38 تجيب سرير واطي والمرتبه تخش جوه السرير زي ما دي كده. دي كده ارتفاعها 38 سم بس باينه مش عاليه، ليه؟ عشان هي داخله جوه كل الجزء ده كده، السرير ده غاطس، هي داخله جوه السرير. دي طبعا برضو جميله جدا، تحس انت بتغطس كده جوه المرتبه. اللي حابب اللي هو الاوبشن ده اختار موديل لولا او بريليانت. تمام، طبعا انا بقول لحضراتكم سعرهم عالي، يعني سعر المرتبه مش رخيص، بس لو انت عايز بقى حاجه يعني ايه جميله جدا وتريحك وتبقى حاجه للعمر وحاجه تفضل على طول هيك. بصراحه يا جماعه انا بقول لكم لو انت خدت اغلى مرتبه في الدنيا افضل ما تشتري اي حاجه غاليه، عشان دي مهمه، اهم حاجه ان الواحد ينام على المرتبه تكون مريحه، عشان خاطر انت بتبقى شغال وتعبان طول اليوم، فتيجي اخر اليوم ترتاح وتنام كويس. ديت هقول لكم مكوناتها، اللي هي البريليانت ارتفاعها 38 سم، شاسيه سوست منفصله، طبقه اسفنج سوبر سوفت، بعد كده مايكرو بوكيت، بعد كده طبقه ميموري فوم، بعد كده طبقه لاتكس طبيعي، قماش قطن 100% معالج ضد البكتيريا وحشرات الفراش. كل المراتب يا جماعه بتبقى طالعه من الشركه عليها سيريال نمبر وباركود، متاكد كويس جدا من النقطه دي، بضمان 10 سنين. كل المراتب بتاع شركه انجلينر 10 سنين. اقول لكم بقى الاسعار، يكون الاسعار بتاع شركه بتاع مراتب لولا وبريليانت في المقاسات بس الكبيره، اللي هي من اول 160 و170 و180 و200 في 200. موديل يا جماعه لولا مقاس 160 عامله 16840، مقاس 170 عامله 17900، مقاس 180 18950، مقاس 200 في 200 عامله 21.50. ده اللي هو موديل لولا، موديل لولا اللي هو ارتفاع 35 سم. موديل بريليانت ده يا جماعه مقاس 160 في عامله 160 عامله 19620، مقاس 170 20840، مقاس 180 عامله 22.70، مقاس 200 في 200 عامله 24520. تمام، دول كده افضل موديلين في شركه انجلندر وافضل موديلين في السوق المصري. مش هتلاقي مرتبه في مصر زي المرتبه دي، ولا بالكواليتي ولا بالجوده ولا بالراحه دي، ولو لقيت مستحيل تلاقي، ولو لقيت مرتبه قريبه هتلاقي سعرها اعلى بكتير، عشان انجلندر بتراعي برضو السعر عشان خاطر تهدي الاسعار مع العملاء. تمام، فدول يا جماعه انا قلت عرضت لكم حاجه بقى، اللي انت عايز حاجه مميزه قوي 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 قوي، بس قبل ما تاخدها تتاكد ان المرتبه مناسبه ارتفاعها مع السرير بتاعك. وكل سنه طبعا وحضراتكم طيبين، عشان داخلين على عيد الاضحى المبارك، على علينا الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليوم والبركات. دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكي، شكرا.